طيب قنديل البحر، يعني هل في قناديل بحر سامة ولا بتقرص بس ولا ايه؟ يعني ايه خطورتها اذا حد اتقرص او لدغ بقنديل البحر في المية؟ حوالي في بحار العالم كلها في حوالي 2000 نوع من الاناديل، 2000 نوع من الاناديل. في انواع منها سامه ولسعتها قاتله، بس دي الحمد لله رب العالمين مش موجوده عندنا في مصر. الانواع اللي موجوده في مصر عندنا بتسبب اللسعات اللي هي بتسبب الالتهابات والاحمرار والحاجات اللي احنا بنشوفها على الشاطئ. الانواع اللي موجوده في مصر بكرر تاني، سواء على البحر الاحمر او على البحر الابيض، سميتها خفيفه وما بتسببش الوفاه. طيب تنصح الناس بس في اوقات معينه لنزول الميه، ولا عشان استاذ قنديل البحر ما يضايقناش، ولا ننزل وخلاص ونتلسع ونشوف هنعمل ايه؟ لا، هو المفروض بيبقى فيه اوبزرفيتور او شخص اللي هو المراقب، اللي هو كان زمان بيبقى قاعد على السلم ومعاه العلم الاحمر لما ده بيشوف حاجه. زمان بقى. كان زمان. فاحنا بقى لنا كام سنه بنطالب بعوده مراقب الشاطئ وهو ده هيشوف عشان قنديل البحر؟ بيبان يا فندم. ما هو لو في واحد او اتنين مش قصه، القصه بتبقى لو الاعداد كبيره زي كان السنه اللي فاتت واللي قبلها على شواطئ العريش. كان في عدد كبيره، شواطئ لبنان، شواطئ فلسطين، شواطئ قبرص، كان غزو بالالاف، فالحاجات دي بتبان. انما لو واحد او اتنين مش بي يعني مش بيزعل قوي يعني. لا، هو بيضايق في البحر. سؤالي برضو، هل في توقيتات معينة للعوم أحسن، ولا في أي وقت ونشوف بقى نتعامل معاه إزاي؟ هو احنا نتلاشى الـ الاوقات الحاره، الايام الحاره زي النهارده وبكره وبعده، زي ما الارصاد ما بتقول، لان دي الميه فيها بتبقى سخنه، الميه مش الجو كمان، الميه بتبقى سخنه، ما هو فبيسبب جذب اكتر للأناديل طب بتطلع على لو الشواطئ. حد قرصه قنديل البحر يعمل ايه بقى للتعامل مع اللدغة ولا القرصة ولا كده؟ بص يا ستي، احنا بنسميها اللسعة، لسعة قنديل اللسع، البحر. أول حاجة بنغسل بمية مالحة، ميه مش مية ما احنا حلوة. قرصنا في البحر هنغسل بمية البحر. هنطلع من البحر على الشط في منطقة ظل مش في الشمس، عشان الشمس بتزود الالتهابات، وهغسل بمية مالحة، وبعدين هغسل بخل أو بليمون، لان الماده اللاسعه اللي بتطلع من النيموسايتس بتاعت او الخلايا اللاسعه بتاعت الاناديل ماده قلويه، فلازم اعدلها بماده حمضيه. اسهل ماده حمضيه موجوده في كل مكان الخل او الليمون، ولازم اللي يغسل المنطقه المصابه يكون لابس جوانتي علشان ما يحصلوش اصابه، الاشواك ما تتنقلش من المصاب للمسعف. تمام. ايوه، يعني بعد خلاص يبقى يعني احنا هنطلع البحر معانا ازازه خل ومعانا ليمون مثلا، ولا ايه يا دكتور؟ ومعانا ليمون. يا فندم، ازازه الخل محطوطه اوكي. في اي سوبر ماركت جنب مني، لا ممكن انا اجيبها قصدي من اي سوبر هنطلع ماركت. البحر معانا ازازه خل، يعني زي الاسعافات الاوليه يعني لازم تبقى معايا ازازه ماشي صغيره كده فيها خل، ان ما اوكي. نفعتش مش هتضر. طيب ماشي، ازازه كمان خل ما وليمون نقعدش يا جماعه، علبه بلاستيك فيها ليمون وازازه خل. اوكي، يبقى على وشيله طول يعني. اول حاجه اول ما يطلع اغسل بميه مالحه، ميه مالحه وخل. وبعدين اغسل بخل وليمون، وبعد كده يعني اشطف بقى بميه دافيه، يعني بعد ما خزنت بالخل والليمون بشطف بميه دافيه، اوكي مش ميه سخنه ما تسببش حرقات، هي مش ناقصه. لا مش ميه ناقصه. دافيه بيستحملها المصاب لمده 20 دقيقه على الاقل. اغسل بميه سخنه لغايه ما ابدا انقله لاقرب مستشفى، اللي هتحط بقى شويه كريمات ومسكنات موضعيه حسب الحاله. لو المريض عنده تاريخ مع الحساسيه هاخد باراسيتامول، ما ينفعش احط عليها ثلج على الاصابه، ما ينفعش احط عليها ثلج عشان ابرد الحرقان بتاع اللسع. لا، ما الثلج ما يتحطش مباشره، يتحط في كيس ويبقى فيه عازل قماش ما بين كيس الثلج وما بين المنطقه المصابه. بعد الاصابه ما ينفعش بقى احط مطهرات وصابون وشامبو واي مواد كيميائيه، ما ينفعش، دي هتزود الورم والتهيج بتاعت المنطقه المصابه. ولازم نروح عيادة أو مستشفى، أقرب عيادة أو مستشفى. ده كل ده اللي احنا بنقوله بقى الاسعافات الاوليه، وبعد كده ننقل للعياده او للمستشفى، الطبيب المعالج هو اللي هيقرر العلاج الحاله اللي ما موجوده قدامه نحطش حتى. عليها رمل، ما لا خالص. نحطش ايه الحاجات اللي ما نعملهاش بقى؟ الحاجات اللي ما نعملهاش، ما نتعرضش للشمس، ضوء الشمس المباشر ما نتعرضلوش، ما احطش عليها ميه عذبه. الاصابه لازم اغسل الاول بميه وملح وليمون او ميه البحر وليمون. ما احطش عليها بقى اي كيماويات خالص الا لما الدكتور يشوفها. اوكي، ما احطش اي رمل، مواد ما كيميائيه. احطش ميه عذبه، ما نحطش صابون، وما نحطش تلج على طول بعد ولا اي مطهرات ولا ولا دهون اي ولا مطهر. كحول ولا اي حاجه خالص. شكرا دكتور محمود معاطي، عضو المعهد القومي لعلوم البحار.